بس اقول تصحيح، واحنا بنقول الهدافين في الاهلي وفي المقصه قلنا ان باسم مرسي جايب 9 اهداف، ولكن باسم مرسي جاب مع المقصه 7 اهداف. هدفين كانوا قبل كده مع الانتاج الحربي. ماشي، هو طبعا باسم برضو من الهدافين وحاول النهارده، بس طبعا امكانيات النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي والسهوله اللي كان فيها دفاعات المقصه سهلت على الحمد لله الماتش جدا علينا. كابتن عادل، الف مبروك للنادي الاهلي، فوز عريض ومستحق، وطمنا على الحاله الفنيه والبدنيه للنادي الاهلي قبل المباراه النهائيه. يعني خلينا بنتكلم على اهم اهداف المباراه النهارده. زي ما الكابتن قالوا ان احنا خرجنا سلام، ده رقم واحد. معظم اللعيبه المهمه الحمد لله يعني ادوا اداء كويس، يعني عندهم ثقه في نفسهم. ديانج لما نزل فرق كتير قوي، بيديك اطمئنينه كبيره قوي. الحاجه المهمه انك انت النهارده رحت على الجون كتير قوي جدا. الحاجه اللي ما عجبتنيش انك كان لازم تكسب بيفرص كتير. ليه؟ يعني انا كان اتمنى ان الثقافه دي توصل للعيبه. انت عارف انك انت تاني فرقه من ناحيه التهديف في الدوري. تمام؟ ايوه. الفرق ما بينك وما بين الاولاني 5 اهداف. النهارده بال4 اهداف اللي انت جبتهم، كنت لو جبت هدف او اتنين كان زمانك تبقى الاول تهديفيا والاول دفاعيا. بس انت عموما في فرق بينك وبينه 6 مباريات. ماليش دعوه بالمباريات، انا ماليش دعوه، انا بتكلم على اني انا دلوقتي في الثقافه اللي انا نفسي فيها. ان انا اكسب 4 5 6 7 10، ليه لا؟ طبعا ده اللي انا كنت بتكلم فيه النهارده. بالاخص انا مش بتكلم على وضع ان ما رحناش على الجون، احنا ضيعنا لنا فرص كتير جدا النهارده كابتن. احنا النهارده عندنا مش اقل من يعني من 15 16 هجمه محققه، منهم اجوان محققين 100%. حوالي 10. احنا الشوط الثاني تقريبا كل دقيقه على المرمى. يعني انت وصلت انك تلعب 4 ضد 4. وصلت لانك توصل لتقسيمه. صح. واحنا اتكلمنا ان تقسيم الحاجات دي مهمه جدا يا كابتن. الثقافه دي ان هو ايه؟ اليوم اللي انت تقدر تجيب فيه هدف 2 3 10. صح. تجيب. صح. ليه؟ لان في ايام هتبقى مقفول الملعب، زي ما بنكسب مثلا مباراه 1-0 في اخر دقايق في احيانا. لا، انت دلوقتي عندك وقت انك تكسب 10. لا، هيكسب 10. والنهارده لو كنت جبت جون كمان كنت انت 48 والزمالك 48، اللي انت اللي هو متقدم عليك بهدف دلوقتي. ما هو دي الحاجات دي في الجدول يا كابتن، لما بتيجي تتشاف في الجدول بتبقى فرق كبير قوي على الموضوع ده. الزمالك دلوقتي 48 هدف، انت 47 هدف. كان يجب انك انت تعمل الـ الـ يعني تجيب هدف تاني. طيب، وخلينا بقى نتكلم انت عايز